السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت شغال على اي برنامج من برامج البيم تقدر تصدره لملف جي بي اكس ام ال، يعني فايل اكسبورت جي بي اكس ام ال. طيب هيظهر لك حاجة بالشكل دوت. طب انا عايز اشوف ملف جي بي اكس ام ال اللي دوت بالشكل ده، تعمل ايه؟ الموقع ده بيقول لك اسفل الفيديو اسمه ريدي باجد التولز، تقدر تيجي من هنا وتقول له تشوز فايل وتختار ملف الاكس ام ال اللي انت عايزه، فيبدأ يتحمل وتبدأ تشوفه بقى، سواء مبنى كبير مبنى صغير زي ما انت عامل الملف بتاعك. طيب بعد كده هتلاقي كل المعلومات وتقدر بقى تخفي وتظهر العناصر اللي انت عايزها، تمام. وهتلاقي هنا عندك اعدادات كتير اوي خاصه بالسيتنج، بيحط لك راندوم ماتيريال او ديفولت ماتيريال، تقدر تشوف المشروع بتاعك باكتر من حاجه بالشكل دوت، تمام. ممكن تقول انا عايز اشوف الايدج بس او السيرفس بس، او عايز اشوف كل حاجه. تقدر تتحكم في الروتيشن او تقدر تجيب حتى الروتيشن من هنا، تقدر سيرفيس ايدج نفس الحاجات. ممكن تقول له ريسيت فيو فيرجعه لك زي ما كان موجود في الاصل. تقدر تقول له انا عايز اعمل كليبنج، تقدر تقطع كده كان في سيكشن اهو، هنا هتلاقي برضو قايمة الناحية دي، تقدر تقول له أنا عايز اتش تظهر أو تختفي. كل ما تعمل سيلكت على العنصر يبدأ يجيب لك المعلومات، يعني هنا ده مثلا الروف اهوت، يبدأ يجيب لك المعلومات الخاصة بيه، ولو في سبيس بص حتى أنا ممكن أحددها من هنا أو من هنا، يبدأ يجيب لك اسم السبيس دي. فهو موقع خفيف تقدر تحمل عليه الملف وتبدأ إن أنت تشارك مع الناس، حتى عايز توريهم المشروع وهم ما عندهمش برنامج يفتحوه تقدر توريه لهم اونلاين ويقدر ان هم يشوفوه. لو حد صدرك ملف اكس ام ال تقدر ترفعه هنا وتشوفه ثلاثي الابعاد زي ما انت شايف.